الله أكبر الله أكبر. أذن صلاة المغرب. الحمد لله على كل شيء. كنا نقول إنه من حبنا لله منحب كل الناس. أكيد بنحب إخواننا، نحب أخوتنا، نحب أبونا، نحب أمنا، نحب الجيران، نحب الناس، نحب الأصحاب، نحب الأهل، نحب المجتمع، نحب العالم كله. بس أكيد بدنا نحب الله أكثر شيء، والله هو يحبنا. والله قالنا بالقرآن الكريم وبكل الأديان كل الكتب السماوية إن الله يحب الصابرين. الصبر قلنا فيه أنواع كثير. الصبر، الصبر على الصحة السيئة صعبة، الأوضاع الصعبة، الصبر على الأهل، الصبر على الجيران، الصبر على أي شيء، أي شيء يعتبر صبر. صبر على الزلازل، صبر على الحروب، والإحسان نفس الوقت. إحسان له أنواع، إحسان بصدقة، إحسان بكلمة حلوة، إحسان بنية، وأحسن شيء إحسان بدعوة، إحسان بفلوس، إحسان بمساعدة جسمية، مساعدة معنوية، مساعدة ثقافية، مساعدة أفكار. وحلو الواحد لما يكون صابر وما عنده شيء ويحاول يعطي. يعني هي بالأخير الحسبة حسب الشخص. الله المستعان، الله المستغاث. الله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين. احنا نحاول نعمل الثلاثة، واللي بينجح بجيب الثاني. سلم يديك وقلبكم، ونجاحكم في الدنيا هو نجاح لي بالدنيا والآخرة. قبل شوي قلنا انه حنقرأ مناجات لروح عظيمة راحت مؤسس سيف النعمان بجدة، مقاولات من أيام قبل شركة بن لادن. وتوفت وهو كان معروف بالسعودية باسم السيد قل محمدي. قل محمدي، قل قل من اللي يعني معناتها تقريبا أنه زي زينة وردة المحمدية. الله يرحمه ويطول بأعماركم أنتم كمان، ويرقي جميع الناس اللي راحوا بهالدنيا. وأنا عم بحكي كأني عم شوف مذنب، أو مش عارف إذا شوفوها معي أنتو. أنا أحاول أكبر الكاميرا. في مذنب جاي، مش عارف مذنب ولا طيارة ولا نجم. الله المستعان. أو صاروخ. هنقرأ الدعاء قبل ما يخلص التيك توك. أو عصفور. لا هو في صاروخ أو إشي جاي، بس كمان شوي حنشوفه. هذا هو، شفتوه؟ الله المستعان. حنرجع له بعدين. يا إلهي،